الحطمة العرباوية، تعود بعد ذلك إلى محمد منصور، إلى مورالها خطيرة جدا العرباوية، خطيرة جدا، يا الله جول! خليل عبسي يسجل الهدف الأول للعرباوية. نعم، هنا تقدم الخطورة من الجهة اليمنى، العرضية قد تأتي وداخل المنطقة خطيرة، والرأسية سلام. هنا الهدف الأول والضربة الأولى، الضربة الأولى يا جو موتا كانت من محمد للحفاظ على لياقة لاعبي، لكن هذه تمر لصالح جدة، تسديدة نهاية الشوط الأول. الكرة يا سلام، تمريرة جميلة، هو الهداف رضا بن سايح فتاك أمام الشباك، هو فتاك جلى بقميص جدة. الهدف الثاني، الثاني للجبلين، ولكنه بقميص لاعبي جدة، بقميص لاعبي جدة يا جواو موتا. هنا ضويحي خطير، وتمريرة إلى رضا، ياهي خطيرة، ورضا يا سلام يا سلام، هذا المغربي فتاك، والله فتاك أمام الشباك، فتاك رضا بن سايح يسجل. منصور الشمري إلى الرايحي، إلى منصور، العرضية لكن لها ذهبت إلى ممادو ثيام، الثالث يأتي، التعادل يأتي، يا سلام. منتصف الميدان على اليمين، محاولة إليوت خورخي، البرتغالي مشي كورة، وصلت خطيرة، هذه فرصة هدف، جول يا القيصومة، هدف أول لفريق القيصومة، الله على تيكي تاكا لفريق القيصومة، الكتيبة الحمراء تفتتح التسجيل فيها. هل يستمر هذا التقدم؟ لكن هنا فرصة خطيرة في المرمى، جول! الورقة الرابحة، أوراوا سامودين يعود بالفريق العدالة مع بداية الشوط الثاني، تواغي خطيرة، هذه مرتدة الآن إلى مطلق الشمري، مطلق عرضها في المرمى انهض يا سادات يا كريم، هدف جميل ثاني لفريق أخي على البرتغالي الله، كرة برتغالية غير معقولة، هي خطيرة جدا لكنها مرت، لا زالت عندها عن طريق جهاد الزويد بعرضية مثالية بحثا عن الرأسية، يا الله جول أول، الشويفعي يسجل الخلود، 18 هدف الجبلين، والآن البحث عن الأهداف، يا الله الظهير يسجل، لوفانور يحاول الآن عن طريق ركلة جزاء، جول واجدة، الكرة تصل إلى الجهة اليمنى، تمريرة سريعة، فرصة للقادسية، بايدياري، الله إدياري يكرر السيناريو في الدوري الأول، إدياري يكرر السيناريو، يرعب العطاء، نواف العاد اسم لن ينسى، الله وفي عز الأمور يتواجد حلال الأمور البديل الذي يظهر جدا
لوسيانو خطير يلعب كرة عرضية راسية. الله حضر بها كاريو، حضر بها كاريو، حضر بها. جاء في الدور الثاني تعود على الليما، ما زال الرقم 20 يحاول. الله 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 الله، هذا هذا مين؟ هذا يحتى، لكن ماذا عنك على الليما؟ يلعب الكرة لصالح هرناني البرتغالي، مر عدى 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 النجمة اللي النجمة يضيف الهدف الثاني. مين اللي مر؟ مين اللي عبر؟ مين اللي عدى؟ البرتغالي بلي من سجل سادس الأهداف هذا الموسم، السابع لصالح الأحمر، السابع لمارد. سجل سابع الأهداف الشخصية بالنسبة لهذا الأسباني. هنا العرضية، الله 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 الله، يا على الليما الهدف. 30 هدف وكلا الفريقين. الانطلاق الآن لأحد ملعوبة، جول أحمد العنزي، جول يستطيع تسجيل فريق الباطن، تنفذ الآن، جول هدف التعديل من ضربة جزاء. ربما هناك تغيير قادم سنشاهد. كورنات انطلق في الكرة، البحث عن زميل، يسدد أم يمرر، سدد، لعبة خطيرة، جول جول نفذت، خلاص جول عربي. عبد السلام، أنيتا وعلي، جول هدف أول للعروبة مع الدقيقة 31 32 من كرة ثابتة الآن. منير علوشي، جول هدف ثاني من الكرة الثابتة منير العلوشي. والعب الزبيدي إلى كنور لكنها تتخلص، تعود إلى الزبيدي داخل منطقة الجزاء، يا سلام انهى الأمور فهد الزبيدي، انهى الأمور بالثالث، يا سلام اخذ الكرة وبدون اي. يأتي المزيد، محاولة منير إلى كنور، يحاول الآن ونقلة، رقلة ورابع ورابع، ما الذي يحدث؟ هل انهيار لأجراوي؟ عبد الله هياها جميلة، طلال يحاول والمرور والهدف الأول، نيكولا يسجل الهدف الأول، نيكولا يسجل الهدف الأول لهجر مع الدقيقة 80 من زمن عمر المباراة.